تنضعموا دابا حنايا واحد البيئه بدات ب 500 درهم للكبش. وعلاش؟ ودابا شوفوا حكومه الكفاءات عيب الله غندعموا الكبش 500 درهم قالك باش الكسام ما يبيعش ما يزيدش على المستهلك. وشكون اللي قالك بان المستهلك البائع ما غاديش يرفع الثمن على المستهلك؟ قانون السوق، قانون السوق. اعطيتي 500 درهم على كل راس، وشوفوا شحال ديال 7 المليون راس اللي حنا غادي تكون في العيد، زائد اعفاءات ديال الجمركيه على الاستيراد. ومين غادي يمشي يبيع يبيع للمغربي باش ما بغى؟ واش دابا هادو هما تكافؤ الفرص؟ وحتى في اطار هذا القطاع الفلاحي غادا نشوفوا حتى شوفوا اللي مستبدين شكون هما. هما الفلاحون. دابا عندنا الصناع الجدد بالخياط ومهدي بن سعيد، وعندنا حكومه الكفاءات. حنا دابا همشنا الاحزاب الاطر الحزبيه والكفاء وقاده الاحزاب المحققين، ولاو عندنا مهدي بن سعيد وطيناش يونس السكوري وما جاوراش، اسماء ما تنعرفوش بدون تاريخ نضالي ولا شرعيه سياسيه. ولينا في الفلاحه، الفلاحه بربطه العنق اللي هما كيستافدوا من العلف المدعم، وتيستافدوا من برامج ديال السقي. وفي العيد الكبير عاود هما بحال المنشار طالعين نازلين واكلين، طالعين واكلين. دابا ها هما جاتهم فرصة ثانية ديال العيد الكبير للاغتناء ولصناعة الثروة على ظهر شكون؟ على ظهر الدراوش وعلى ظهر المواطن اللي مطيشة 12 درهم ما تيقدش يشريها. كيلو مطيشة 12 درهم، كيلو البطاطا 8 درهم، هي 20 درهم. ملي تتهضروا مع الأحرار تيقول لكم النقاش الهامشي، الطنجير النقاش الهامشي، لأنه ما عندهم النقاش المهم هو يدخل الكبش ب 500 درهم مدعوم والإعفاء ويراكم الثروة وصناعة الثروة ويصنع لي المصانع ديال الصياد. هذا هو النقاش اللي كيهمهم، إما نقاشات وهموم المغاربة ما تيهمهمش. وهنا غنسول السي أخنوش، كنتي كتقول لنا بأن مطيشة البرد والبرودة ما كاينش العواميد باش أنها غتكون موجودة، وحنا دابا في الصاد، حنا كنطرو بالعرق دابا، الصاد. علاش ما نخافش الثمن؟ علاش ما نخافش؟ إذا نتيجة سياستك، أو تنقولوا لك راه المخطط الأخضر ديالك مخطط فاشل، وأنت إنسان فاشل، وحسيتي الفشل، ولينا الدجاج 30 درهم للكيلو، الأكباش نستوردوهم، الأبقار نستوردوها، العلف الدواجي نستوردوه، كلشي كنستوردوه. شنو كنتي كدير في وزارة الفلاحة؟ وعليك أن تحاسب على وزارة الفلاحة، دابا أصبحت رئيس حكومة. ولكن اللي تنبغيو نقولوا والله وربي الكعبة، حتى فلوس المغاربة غادي نرجعوهم، وغادي يجي واحد النهار اللي غادي نردو فلوس المغاربة للخزينة العامة للدولة. حنا ماشي غنكتفيو بحال المبدعة هو في الحبس، جميع المبدعين غيتحاسبوا، وفلوس. وغادي يوصل واحد النهار اللي غادي يتم السن ديال 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 القوانين من طرف الرجال اللي كما جابوا استقلال المغرب وطردوا المستعمر الفرنسي. إلا كانوا عندنا هنا أبناء فرنسا وكانوا عندنا الناس اللي تيجيونا هنا باش يديو الفلوس ويديو الثروة، حنا غادي نردو فلوس المغرب، وغادي المغاربة والدراوش وجميع المغاربة يستافدوا من الخيرات ديال البلاد، لأننا حنا ماشي دولة ما تتكسب ما تتعلم بحال تيصوروها لنا. راه البحور، راه الفوسفات، راه الثروات، راه عطا الله هاد البلاد هادي فيها البركة. اللجوء ديالنا هادو مؤسسات الدولة تيضمنها الدستور ونص عليها الدستور، الوثيقة الدستورية صدقوا عليها المغاربة، وهي تضمن أعلى سلطة في البلاد تضمنها جلالة الملك. الملك الله ينصره والله يحفظه لنا هو ضامن الوثيقة الدستورية. حنا لجأنا لهذه المؤسسات بمقتضى يعني مراسلات رسمية من أجل تفعيل المؤسسات، وأننا هاد النزيف نوضعوا له حد، وحتى اللي تفكر أنه يعبث بالمال العام يتوقف ويعرف باننا كاينين الرجال. راه ما يمكنناش حنايا نبقاو دابا للاسف ان واحد الفئه ديال المغاربه بحال ولات فقدت الامل، تقول لك اودي نمشي نشكي نبدا ندير حتى حاجه، ما كان حتى نباشروا المساطر القانونيه. حنا كاين اللي تيقول لك انتم كتلجؤوا للمحكمه، اي تلجؤوا للمحكمه، شنو بغيتي ولا نديروا؟ نخرجوا نديروا الاحتجاج، نديروا الثوره، تحافظوا على بلادنا وتحافظوا على الاستقرار ديالها، وتلجؤوا للمؤسسات. لاننا كما سبقنا قلت حنا تنقوموا بثورة للملك والشعب ضد الفساد. الملك الله يصوم الله اللي اعتلى العرش هو في اطار هذه المواجهه مع لوبيات الفساد، لوبيات الفساد التسللات من خلال الانتخابات. انتم شوفوا البرلمان، اصحاب الكره، هل اصحاب الشكاير، هالشبكه العائليه، هاد الناس هادو هما اللي عاوتاني جايين للحكومه. شكون الضحيه؟
ضحيه هو الشعب المغربي، وحتى جلاله الملك ضحيه لانه تيبدع وتيقوم بالمنجزات وتثبت السياسات وتيخدم بالليل وبالنهار ويجيب الاستثمارات، ولكن شكون اللي تيفتك وشكون اللي تيقبر لنا المشاريع؟ هما لوبيات الفساد لانهم في عوض الثروه تحول المملكه المغربيه بحال دابا 50 مليار عاود غتدخل مؤسسه عموميه هي تمشي للاشخاص عاديين، وفي عوض اننا الشعب المغربي يستافد من الثروه ديالو تيستافدوا منها واحد الفئه صغيره من رؤساء الجماعات من 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 اللوبيات اللي مرتبطه بهم، من هاد الفلاحه الجداد اللي هما دابا تيتشارجوا بالاكباش، وعباد الله ومناسبه دينيه تيتم التجار فيها بالاكباش في رمضان، رفعوا لنا السعر ديال المطيشه حتى ولات مطيشه ب 30 درهم، الفلفله ب 30 درهم، تاجروا تيتاجروا في المناسبات الدينيه وفي الروحانيات اللي المغاربه ما تيقدوش يتخلاو عليها، تيتاجروا بالمسائل الحيويه ديال المغاربه وبقوت يوم المغاربه، وتنعاود نقولها واخ نوش يجب ان يحاسب وسنحاسب ولو اقتضى الامر، ونديو القضاء الدولي لانه سيظل متبوع بهذا الشيء اللي تيدير بالمخطط الاسود ديالو بهذا القهر اللي تنشوفوا النساء المغربيات ملي تيخرجوا وتيشتكيوه الى الله. عباد الله ملي كتشوفي المرأة المغربية تخرج وتتقول له أخذوا الشكيكة إلى الله، شنو بقى ميتك؟ أنا ما تفهمش كيفاش داك السيد تيجي النعاس، أخذوش كيفاش كيجيه النعاس، ومرأة تحتسبه إلى الله.